لعبت المنظمات الاهليه الفلسطينيه وعلى مدار تاريخها المعاصر والحديث ادوارا مختلفه ومتباينه انسجمت مع الظروف والاوضاع السياسيه والاقتصاديه التي مر بها المجتمع الفلسطيني. وبعد قيام السلطه الوطنيه الفلسطينيه عام 94 فلقد دشنت مرحله جديده ادت الى بلوره مضامين ومفاهيم وادوار جديده للعمل الاهلي. ومن هنا بدأت العلاقة ما بين وزارة الداخلية الفلسطينية والمنظمات الاهلية كون الاولى هي التي تمنح حق العمل لهذه المؤسسات بيد ان البعض يرى في ذلك تقييدا لدور مؤسسات المجتمع المدني وزارة الداخلية تتعاون يعني كل المؤسسات العامة والحكومية تتعاون معنا بشكل واضح واذا كان هناك أي نوع من الإعاقة أو العقبات نقوم بمراجعة المسؤولين ويفتحوا الابواب والوثائق، وذكرنا بالتقرير السنوي بمؤتمر امان انه يعني تجد بعض العقبات هنا وهناك ولكن عندما نصر وعندما نصل الى المسؤولين مباشره تسير الامور بشكل ايجابي. وفيما يوجد في الاراضي الفلسطينيه اكثر من 1200 مؤسسه اهليه فلسطينيه فان الضغوط التي فرضتها مؤسسات التمويل الخارجيه على هذه المؤسسات للحصول على منح ماليه والشكوك حول هذا المال والاسباب من ورائه قد ادى الى تدخل من قبل الجهات الرسميه في عمل هذه المؤسسات فانه ومن هنا كان دائما حاضرا التوتر في العلاقه ما بين الدائره المختصه في عمل المؤسسات الاهليه في وزاره الداخليه وبين هذه المؤسسات لا سيما ان البعض يرى في تدخل الاجهزه الامنيه الفلسطينيه في منح الترخيص لهذه المؤسسات اختراقا فاضحا للحريات. إن نرى ان هنالك عراقيل جديه جدا 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 في هذا المجال واود التاكيد على آه. هذا الجانب انه العديد من الناس يقولوا انهم يذهبوا الى دائره يعني شؤون المنظمات الاهليه في وزاره الداخليه وياتوا مره واخرى 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 وفي بعض الاحيان تصل المده الى اكثر من سته اشهر. والاسباب التي يعني تساق لماذا لا يتم تسجيل الجمعيه هنالك حاجه ان تذهب الطلبات الى جهات امنيه مثلا محدده هكذا يقول الامر الذي ينافي القانون اذا كان يعني هنالك حاجه ان تقوم الجهات الامنيه بمراجعه ملف تستطيع ان تقوم بذلك ضمن فتره زمنيه محدده ودون يعني وضع العراقيل امام تسجيل الجمعيات انا برايي في هذا الجانب يجب التاكيد ان الدائره تقوم بوضع عراقيل امام تسجيل جمعيات جديده. وعلى ضوء اهميه العلاقه ما بين مؤسسات المجتمع المدني والسلطه الوطنيه فان البعض يرى ان هناك ضروره ايجاد شراكه حقيقيه ومستدامه بين الطرفين كي يتم وضع استراتيجيه وخطه وطنيه تنمويه شامله يقوم بها الطرفان بالعمل عليها وفق سلم اولويات وحاجات المجتمع الفلسطيني. لتعزيز صموده على الارض في ظل الواقع المعاش